السلام عليكم اخوتي، جيسبر تكونوا كاملين بخير ونشطين. مرحبا بكم في فيديو جديد او مرحبا بكم في نهار جديد. هاد البلاصه هادي تيقولوا لا فالي تودغا، هادي واحد اللوحه كبيره اللي فيها النخل وفيها الزيتون وفيها حتى المعادن ديال النقره. خليكم معايا ما تزابطوش. مرحبا بكم في لاغورس ديال تودغا، يلا نشوفوا هادشي كيفاش داير. كانوا هادو هما لي غورس ديال تودغا. غنمشيو دابا ان شاء الله لتنغير، غادي نتغداو تما وغنمشيو نشوفو حويجات واحد اخرين. خليكم معايا ان شاء الله، غادي تشوفو بزاف الحويجات زوينين. مرحبا بكم في تنغير، وقفنا دابا في تنغير باش غنتغداو، من بعد غنمشيو نشوفو بزاف ديال الحويجات. غادي نقول لكم السميات ديالهم حتى تشوفوهم. خليكم معايا. تبارك الله على الناس ديال تنغير، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. تبارك الله على خويا سفيان، ياو ياو. تبارك الله على الناس ديال تنغير، الناس الكرامات، تبارك الله عليكم. الناس تبارك الله عليك، الله يحفظك. مرحبا، السلام خويا، الله يعاونك، تبارك الله عليك، الله يحفظك. كوكو يا كوكو، هاني كلشي مزيان. تبارك الله على مول الشوايه، هذا فيك، تبارك الله عليك. راك ناض يا ما عندي ما يسالك. تبارك الله على خونا تا هو، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم، الله يستركم. طرقنا الورزازات، وقفنا في قلعه مكونه، حقاش قلعه مكونه معروفه بداك الورد. وكنوقفوا هنايا، كاينين بزاف ديال المحلات والتعاونيات اللي كيبيعوا داك الورد، وكيبيعوا الصابون بالورد، الغسول بالورد، بزاف ديال الحويجات بالورد. كنوقفوا هنا غادي نشريو داكشي، ومن بعد غادي نمشيو ان شاء الله للورزازات اللي عاد غنجيبوا فيها حويجات وحده اخرين. خليكم معايا. اوكي، دابا وصلنا للورزازات، غادي نتانسطالو هنايا في لوطيل. غدا الصباح غنمشيو نشوفو قصبة ايت بن حدو، وغادي نشوفو الاستوديو ديال السينما اللي كاين هنا في ورزازات، وغنشوفو بزاف ديال الحويجات اللي غادي تشوفوهم ان شاء الله في هاد لاشين. خليكم معايا اخوتي، شوفو.
صباح الخير عليكم. جينا دابا للستوديو اللي كاين في ورزازات، الستوديو ديال الافلام اللي كاين في ورزازات. غادي ندورو فيه ونكتشفوا الحوايجات اللي فيه، ويلا يلا نمشيو نشوفوا هادشي كيفاش داير. كاين الافلام اللي تصور قبل ما يكون استوديو في ورزاز، بحال لورونس دغابي مع انطوني كوين عمر الشريف 1962. اول فيلم سميه ديال الاستوديو هو لي ديامون دي نيل، وهذيك لي كاميو ميليتير لي جيب ميليتير تسمى الفيلم ديال لا شوت دو فوكو نوار بلاك هوك داون. هو فيلم امريكي كيعاود القصه ديال الحرب في الصومال في مقاديشو. الفيلم بالضبط تصور في سلاح. الصور ديال الافلام اللي تصورت هنا في الاستوديو كاين اللي تصور في الاستوديو كاين اللي تصور على برا. انا انديجيل كيعاود القصه ديال الحرب العالميه الثانيه، والجنود كاملين بعض الجنود كاملين من شمال افريقيا، جمال تبوز، سامي الناصري. الفيلم ديال الراشد بوشريف ديال كليوباترا، القصر ديال مونيكا ميلوتشي، يعني نسخه مصغره ديال معبد الاقصر في مصر. وهذا كان البالي ديال كليوباترا، القصر تسرق 8 شهور باش يبنيوه، ولكن في الفيلم ديال اسيريكس وبيليك كان بلون زرق كامل. اخر ميني سيري اللي تصورت هنا هي توت عنخ امون، توت عنخ امون اللي تصورت في 2014، هذه تقريبا 5 سنين هذه. وكاين 44 بيليا 44 عمود في هذا القصر، والاعمده ما لاصقينش مع البلافون، ماشي هما اللي هازين السقف. وهذا كان الباتو ديال كليوباترا، ومن بعد استعمل في كذلك كسفينه نوح، الفيلم ديال نوح. غير الواجهه لارش دو نوي، غير الواجهه les effets spéciaux, le fond vert, les effets spéciaux, qu'est-ce que c'est que je le computer. Studio Atlas qui est le film de la comme soir, le soir, le soir, le papier avec, il y a le mosaïque, il y a كاين لي مول، كاين القالب باش كيقادو هاد الحجر في لي زاتوليي، كيجيبو موجود لي بلايك موجودين ديال 2 متر كاري، وكنسقوهم بعضياتهم. هذا كان البالي سيزار في الفيلم ديال اسيريكس وبيليكس، حيت ممنوع باش يصوروا الافلام في الاماكن التاريخية. هو نفس القصر باش كلفات كليوباترا جمال دبوز باش يبنيه في ظرف 3 شهور. وكما كتشوفوا لي سفنكس بنى لهم الريوس بالريوس ديال التماسيح والخرفان اسبوع. ودوك جوج تماثيل اللي اونفاس معنا، هذاك هو رمسيس الثاني. مرحبا بكم عند موروكان ترافلز مع سفيان. بعد ما شفنا الاستوديو غادي نمشيو نشوفو قصبة عيس من حدو، وغادي ندوزو نشوفو تيزين تيشكا. يلا نمشيو نشوفو داكشي كيفاش داير. اوكي، حنا دابا وصلنا لقصبة عيس من حدو، يلا بلاصينا هنايا وحبسنا. غادي نمشيو تقريبا واحد 20 دقيقة غادي نوصلو بعدا لقصبة عيس من حدو من تحت، غادي نشوفوها كاملة، وغادي خصنا نطلعو كاملين حتى الفوق باش نشوفو عرفتي هاديك الفيديو من الفوق. صراحة واحد الفيديو زوينة، غادي تشوفوها ان شاء الله في هاد السينماتيك. خليكم معانا. هادي اللي كتشوفو ورايا هي قصبة عيس من حدو.
نديروا شي اشغال في الطريق كيتصلح. دابا الطريق راه مقطوعه، راحنا حاصلين هنايا دابا حابسين، غادي نبقاو واقفين حتى تطلق الطريق، وعاد ديك الساعه ان شاء الله غادي نكملوا الطريق ديالنا مراكش. من بعد غادي نشدوا لوتوبيس ديريكت لكازا. غادي نقول لكم بان الفيديو ديال اليوم تسالى، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر اللي غيكونوا فيه بزاف ديال الحوايج مختلفين. تهلاو بيا خواتي.